بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دعوة اليهود إلى مغادرة فلسطين وتركها لأهلها والعودة لجمهورية بيروبيجان اليهودية، هذا عنوان حلقتنا لهذا اليوم، دعوة اليهود إلى مغادرة فلسطين وتركها لأهلها والعودة لجمهورية بيروبيجان اليهودية في العام 1928. أنشئت أول مقاطعة لليهود في روسيا، في حينه قرر ستالين إقامة مقاطعة لليهود لحل المسألة اليهودية من وجهة نظره، من وجهة نظر ستالين، فخصص لهم وطنا في بيروبيجان. تقع بيروبيجان على بعد 5000 كيلومتر شرق العاصمة الروسية موسكو. كان تأسيس بيروبيجان قبل 20 عاما من اغتصاب فلسطين، وبعد 21 من مقررات مؤتمر كامبل بنيورمن أو مؤتمر دول الاستعمار 7 في 1907. عقد المؤتمر في لندن لهذه الغاية، أي غاية تأسيس كيان غريب في فلسطين بغرض الهيمنة والسيطرة على ثروات الوطن العربي ومن يرغب في التوسع من الباحثين، فعليه أن يبحث عن هذا المؤتمر في محركات البحث على الشبكة العنكبوتية. اليوم العديد من السياسيين في دول العالم يدعون اليهود للعودة إلى موطنهم الأصلي في بيروبيجان الروسية. تبنى خطة عودة اليهود من فلسطين إلى بيروبيجان الليدي ميشيل رينوف، وجاءت مبادرة رينوف كرد على خطة ترامب أو كرد على صفقة القرن التي أعلنها ترامب قبل أشهر من الآن. وهذه الخطة، خطة ترامب المدعومة صهيونيا والتي حصلت على تأييد بعض الزعامات العربية، هذه الخطة الآن رينوف يرد على هذه الخطة ويدعو اليهود إلى العودة إلى بيروبيجان، حيث من المعروف أنه أكثر المستوطنين الصهاينة الموجودين في فلسطين قد قدموا إليها من روسيا، وبالتالي هو يدعوهم للعودة إلى روسيا هم وغيرهم والخروج من فلسطين. هناك أيضا السيدة البريطانية رينوف، والتي تحمل لقبا شرفيا ليدي، ترى أن هناك حلا للقضية الفلسطينية، وهذا الحل لم يحظى حتى الآن كما تقول بالاهتمام اللازم أو بالاهتمام الواجب، والمتمثل في ترك اليهود لفلسطين، أن يتركوا فلسطين لأهلها وأن يعودوا إلى وطنهم الذي منحهم إياه ستالين في بيروبيجان. جمهورية بيروبيجان أو جمهورية اليهود تقع شرق روسيا، ولا يعلم بأمر هذه الجمهورية الكثير من الناس، أغلبية الناس لا يعلمون بأمر هذه الجمهورية. في هذا الفيلم المعروض أو الذي سوف يعرض في ختام هذه الكلمة
هناك فيلم تم تسجيله في 2014 عن هذه الجمهورية، أعرضه لكم بعد نهاية حديثي. إسرائيل بطبيعة الحال لا يسرها هذا المقترح، وتقول الليدي بأن هذه الجمهورية تمثل الوطن الأول لليهود في العالم، وقد ظلت كذلك حتى وقتنا الراهن، وهي تطرح فكرة خروج اليهود من فلسطين والعودة إلى بيروبيجان، حيث ظهرت فكرة توطين اليهود في فلسطين عندما ارتبطت الحركة الصهيونية بالمشروع الاستعماري الغربي، فاقترح أن تكون فلسطين وطنا قوميا لليهود كي تكون قاعدة عسكرية متقدمة للمشروع الغربي الاستعماري في المنطقة العربية، بمعنى أن تكون كيانا وظيفيا يخدم الأطماع الاستعمارية الغربية. وبقيت كذلك بعد الحرب العالمية الثانية تخدم الأطماع الاستعمارية الأمريكية حتى وقتنا الراهن. فإن شاء الله تعالى هذه بشائر ما بعد كورونا، نهاية إسرائيل بإذن الله عز وجل. نجح الصهاينة طوال السنوات الماضية بغض النظر أو بخطف الأنظار عن جمهورية اليهود الأولى في بيروبيجان، والتي تأسست بطريقة سلمية، منحت لهم الأرض من الرئيس السوفيتي ستالين، لم تأخذ عنوة ولم تؤسس على قاعدة معاداة السامية كما يزعم اليهود، وإنما منحت لهم بشكل سلمي كي تكون وطن قومي لهم ودولة دينية كما يرغبون، المهم أن يكونوا هناك. الدولة اليهودية في بيروبيجان لم تؤسس على أساس اغتصاب الأرض من سكانها الأصليين كما هو الحال في فلسطين، حيث بنيت هذه القاعدة العسكرية المتقدمة المسمى بين هلالين إسرائيل ككيان وظيفي لخدمة الأطماع الاستعمارية الغربية، وتم اغتصابها من أهلها والقيام بعملية إحلال سكاني، فتم إسكان اليهود الصهاينة بدل العرب الفلسطينيين في هذه الأرض في فلسطين. الليدي ميشيل رينوف تدافع عن حل عودة اليهود إلى بيروبيجان إلى موطنهم الأول بحجج وبراهين تاريخية مدهشة لم يسمع بها أبدا من قبل. وقد أسست الليدي ميشيل رينوف لهذا الغرض منظمة تروج لهذا الحل وتحمل اسم جمهورية اليهود. لا تدع الليدي ميشيل رينوف فرصة تمر دون محاولة نشر الفكرة التي يتم التكتم عليها إعلاميا، وقد ألقت العديد من المحاضرات والمداخلات حول هذا الحل المنطقي في محافل عدة، وكانت إحدى هذه المحاضرات تحت قمة البرلمان البريطاني. والحل باختصار كما تراه ميشيل رينوف يتمثل في عودة آمنة لليهود المقيمين في فلسطين إلى جمهورية بيروبيجان اليهودية، أي المقاطعة اليهودية الموجودة في روسيا.
والتي تعرف باسم عاصمتها بيروبيجان. ويمكن لليهود أن يعيشوا بأمن وسلام دون معاداة للسامية كما يزعمون، وأن ينعموا بأجواء ثقافية، وأن يكونوا كنوع اجتماعي واحد، دين واحد، يمارسوا عباداتهم، حريتهم في هذه المنطقة بعيدا عن فلسطين. تؤكد رينوف أن الثقافة السائدة في بيروبيجان هي الثقافة اليهودية، وأن مساحة بيروبيجان المقاطعة كلها التي عاصمتها بيروبيجان مساحتها تعادل مساحة سويسرا، وتعتبر رينوف أن هذا هو الحل العادل الكفيل بإنهاء مأساة الشعب الفلسطيني المشرد في أصقاع الأرض. وتقول أن الكثافة السكانية في بيروبيجان 14 نسمة لكل ميل مربع مقابل 445 نسمة في الكيان الصهيوني، و 1728 نسمة في الميل في الأراضي الفلسطينية، أي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتؤكد رينوف أن جمهورية اليهود تأسست عام 1928 بدعم وتشجيع من يهود أمريكا أنفسهم، ممثلين كانوا في هيئة تضم في عضويتها عالم الفيزياء اليهودي إينشتاين والكاتب الأمريكي المعروف جودبريج. ويذكر موقع ويكيبيديا أن جمهورية اليهود تأسست عام 1934، يعني هناك في خلاف في التأسيس، هو 1928 كان قرار ستالين بإقامة هذه الجمهورية، ويبدو أنه تأسيسها استغرق 6 سنوات فرأت النور في 1934. وفيها بيروبيجان جالية يهودية كبيرة، وأصر رئيس الوزراء الصهيوني خلال برنامج تلفزيوني كان عبارة عن مناظرة مع ميشيل رينوف، حاول أن يبدد حجج رينوف ولكنه عجز عن ذلك. وهذه الجمهورية تعتبر رمز من رموز ستالين الذي اتسم باللاسامية، يعني بعدم معاداته لليهود. أما نتنياهو فقال إن هذه الجمهورية مرتبطة بستالين المعادي للسامية، وهذا كان عكس الحقيقة، لأن معروف أن الاتحاد السوفيتي كان يمنع حرية العبادة لكل الديانات ما عدا الديانة اليهودية. والجمهورية جمهورية بيروبيجان شكلت ملاذا آمنا لليهود، لذلك هاجر إليها الكثير من خارج الاتحاد السوفيتي ووجدوا فيها الأمن والأمان والسلام، وكان من الممكن أن تستمر وتتواصل هجرة اليهود إليها، ولكن وجهت الهجرة بسبب التعاون بين الحركة الصهيونية والمستعمرين الغربيين، وجهت الهجرة نحو فلسطين لاغتصابها من أهلها. تعتبر رينوف أن اليهود كذبوا كعادتهم عندما زعموا وقت الحرب العالمية الثانية أنهم في أمس الحاجة إلى فلسطين كوطن لهم،
حيث لم تكن هناك حاجة لليهود في تشريد الفلسطينيين والاستيلاء على أرضهم، لأن خيار جمهورية اليهود بيروبيجان كان متاحا أمامهم، ولكنهم قرروا اغتصاب فلسطين طمعا وتعاونا مع القوى الاستعمارية الكبرى. وتستهجن رينوف التعتيم الإعلامي المحكم على جمهورية اليهود بالرغم من تفكك الاتحاد السوفيتي، حيث أصبحت كل إثنية مؤهلة لإعلان استقلال جمهوريتها باستثناء بيروبيجان التي كانت تسبب حساسية لإسرائيل. ليش؟ لأنها هي الوطن القومي الحقيقي لليهود الذي يمكنهم أن يقيموا دولتهم فيه دون اغتصاب أي أرض من أي شعب آخر كما حدث مع الشعب الفلسطيني. واستمرار بث الوعي حول جمهورية بيروبيجان أو جمهورية اليهود، هذا يثير هواجس لدى إسرائيل باحتمال رفع الوعي العالمي نحو بيروبيجان أن تكون حلا للقضية الفلسطينية بخروج اليهود من فلسطين والهجرة إلى بيروبيجان جمهورية اليهود. وقالت رينوف: الكثيرون لا يعرفون شيئا عن هذه الحقيقة، والقليلين الذين تسنح لهم الفرصة لكي يستمعوا ويعرفوا الحقيقة، ولكنها مستعدة أن تسخر ما تبقى من حياتها كي يصدق العالم ويسعى لحل الصراع في فلسطين استنادا لهذه الحقيقة. وتضيف رينوف: بإمكان الدول 191 في الأمم المتحدة أن تختار هذا الحل وتدعمه دون خوف من أي اتهامات بمعاداة السامية، لأن سكان الجمهورية اليهود يعيشون فعلا في أمان واطمئنان ودون أي معاداة للسامية. والآن دوركم أعزائي المشاهدين، نشر هذا الفيديو وبثه بين الناس حتى يتعرف الناس على جمهورية اليهود، وأن هناك أصوات قوية تتنامى في العالم تدعو إلى إنهاء الصراع على قاعدة خروج اليهود من فلسطين إلى جمهورية بيروبيجان وترك فلسطين لأهلها ولشعبها المشرد كي يعود لها ويعيش بأمن وأمان في ربوع بلاده كلها، من بحرها لنهرها ومن شمالها إلى جنوبها. فهي حق تاريخي للشعب الفلسطيني لا يسقط بالتقادم. وأترك